مرحبا بكم من جديد مع طارق في العروض العقارية المختلفة. مرحبا بكم في قناتكم اللي سميتها افيل. هذه القناة راها مختصة في مجال العقار، كتبت العروض العقارية اللي كتكون مختلفة من شقق، من فيلات، من اراضي، من مزارع. تنتوما الا كان عندكم شي عقار اللي كتشاهدوني وبغيتو تبيعوه فانا راه الخدمة وراه الاشارة ديالكم. اليوم لقيت حتى العقارات اللي مطروحه للبيع اللي الله كتفينا في اطار الانجازات النهائيه الفينيسيون ديالها. عقار اللي لقيتو فيه واحد التوازي ولا واحد التوازن ما بين المساحه والثمن والموقع. شقق مساحه، مثلا المساحه الاجماليه اللي كتفوق 100 متر مربع، نقدروا نهضروا على 108 او 110 ديال المتر مربع كمساحه اجماليه. في عماره اللي فيها المصعد، فيها المرآة ديال السيارات ومدخل اللي هو جد جد ممتاز. اما بالنسبه للمدينه فين كانت توجد فهي مدينه مكناس، ومن مدينه مكناس اقدم لكم التحيه والسلام وكنعرض عليكم تشوفوا كامل مدينه مكناس ولا فينيسيون فيها والاثمنه كذلك. بالنسبه لهذا العقار هذا اللي كطرح اليوم ولا اللي كنوصف هاد الساعه، الثمن ديالو هو 600000 درهم، 6 مليون، ولربما يكون هناك شيئا ما من التفاوض ومن النقاش مع اصحاب هذا العقار. باش كنعرض عليكم قلت لكم بقاو معايا تشاهدوا معايا لا فينيسيون في هذه المدينه فين وصلت، الديكورات ديال العقارات فين وصلوا، والتناسق والتناغم، اشياء اللي ما كتعطيك الا واحد القابليه ولا واحد الراحه النفسيه وكتفك انك تفكر بصح في اقتناء عقار ولو كانت المدينه بعيده عليك مثلا. ومن هنا كنقدم لكم تحيه اينما كنتم اللي كتشاهدوني برا المدينه ديال مكناس ولا داخل المدينه ديال مكناس، كنقول لكم مرحبا بكم في هذه المدينه. وما تنساونيش بالضغط على زر الاعجاب وكذلك الاشتراك، فهاد الحوايج اللي كيبانوا بسيطين ولكن راهما الحوايج اللي تدفعوني باش انني نبحث ونكد ونجد ونجتهد باش نجيب لكم العروض العقاريه اللي كتكون محفزه. إذن كما شاهدتوا معايا كنا في الصالة والسجوخ، دابا راه كنشوف كل بلاصة بوحديتها في هذا العقار. كما كتشوفوا معايا بالنسبة للحمام، الحمام عندنا كل بلاصة كل حاجة في بلاصة ديالو والألوان، لا سيما لاحظوا معايا شوفوا معايا الدقة اللي تعجبوا فيها الألوان في هذا العقار، كانت واحد الدقة لا متناهية، دقة اللي كتير العين في الشوفة الأولى ديالها. بالنسبة للأبواب كانوا هما داك النوع ديال الأبواب اللي كيكونوا امبورتي ولا مستوردة. فيها بالنسبة لغرفة الوالدين كما كنشوفوا فيها الحمام ديالها، دوش، تواليت، لافابو، كلشي كاين في بلاصتو وكلشي من نوع هاد النوع الجديد ديال التجهيزات مثلا اللي كتخص الحمامات. بالنسبة لغرفة الوالدين كنلقاو فيها كذلك، عندنا فيها بالكون ديالها، تلقاو فيها بلاكارات ديالها وبلاكارات اللي هما جاهزين. ماشي هادو هما الغرف ديال الوالدين والا فلا. بالنسبه مثلا عندنا فيها بلاكارات، فيها البالكون ديالها، بالنسبه للرأس ولا الخلفيه ديال السرير ولا تيت دو لي فيه فهو كبير. ونزيدكم بالكون باطلاله اللي هي زوينه، اطلاله اللي هي جميله. الناس اللي كتنتظر انها تسمع الحيفين كنتواجد هنا، كنتواجد على مقربه من شارع محمد السادس، على مقربه من الحي ديال المنصور. اللي بغى يشوف هاد العقار اعزائي المشاهدين عن كتب، كما كنقول ديما الموقع راه كيبقى خدمتنا، فممكن الاتصال والتواصل معي من اجل زياره ميدانيه وزياره تفقديه للموقع للعقار، وكذلك من اجل الحوار والنقاش في الثمن مع صاحب العقار اذا امكن، لان الثمن اللي كنبث به ولا اللي حاطين في هذا العقار فهو ثمن جد جد منافس مقارنه مع عقارات اخرى في هذا الحجم وفي هذا الموقع. لنزيدو نشوفوا ما تبقى من هذا العقار ولا من هذه الشقق. عندي بالنسبه للغرفه الثانيه فهي الغرفه ديال الوليدات. بالنسبه للمساحه كما قلت المساحه اجماليه فهي كتفوق 100 متر، ربما مساحه اجماليه ديال 106 او 110 ديال المتر مربع. هنا عندي الغرفه الثانيه ولا غرفه ديال الوليدات، فهي عندها اطلاله ديالها على داخل العقار. وبالنسبه لهاد العماره هادي فيها فقط جوج ديال الشقق في كل طابق، شيء اللي هو ممتاز اضافه لهذه الفينيسيون لهذا الديكور الموقع فين كتواجد. عدد ديال السكان في العماره فهو عدد قليل.
بالنسبة للمطبخ، عندنا مطبخ اللي هو حديث، هاد المطابخ جديدة مصاوب بالام دي اف وفي البلاصة فين ممكن تزيد تجهيزات المنزلية، البلاصة فين دير الثلاجة، البلاصة فين دير بزاف ديال الأشياء. بالنسبة للاختلاف اللي كاين هو بالنسبة للطابق الأول فيه لاكور ديالو، أما بالنسبة للباقي ديال الطوابق فما فيهاش لاكور، داكشي علاش تعيت أني منصوروش، لأن الثمن محدد في الثمن ديال 60 مليون وممكن يكون هناك نقاش وتفاوض على حسب الطابق وعلى حساب واش كاين لاكور ولا مكاينش، والنقاش والتفاوض كما أكد لي صاحب العقار ما غاديش يكون كبير بزاف، فالنقاش والتفاوض غادي يكون واحد كما كنقولو خفيف من أجل إرضاء الشخص اللي باغي. دابا بقات لنا نشوفو الغرفة الثالثة، الغرفة الثالثة المدخل ديالها هو هذا، فهي غرف ما قلت بعاد كلهم فيهم بلاكارات ديالهم. بالنسبة للشميشة فمشمشين غرف مشمشين من الواجهة الشرقية، والصالون وكذلك الغرفة ديال الوالدين فهي مشمشة من الجهة الغربية. كان هذا هو الوصف، كنتمنى نكون فلحت، كون عطيت أهم المعلومات، ما ضيعت لكمش الوقت ديالكم. نقول لكم شكرا جزيلا ومرحبا بكم مع طارق في مدينة مكناس وفي العقارة ديال مدينة مكناس. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في عروض مقبلة إن شاء الله.